لأنه مثلا مثل حكيتي كبر بالعمر وولاده ما بيتطلعوا فيه، وعندي خي مبسوط ما بيتطلع فيه، وعايشين الحمد لله. لون الدهر شعره بالبياض وهدت قساوة الزمن جسده، ويحمد ربه على كل شيء. العم سعيد واحد من المئات في وطني، وجد نفسه بعد عمر وحيدا، لا دولة تقدم له رعاية ولا أحباء يسألون عنه ولا ضمان شيخوخة. بس أنا إيدي ما قادر أشتغل، بقى يبسيطة ما بقدر حركة، وإيش بتوجعني؟ أنا مسلم عم بيجي ليك على الكنيسة لأكل، لا معلش بيت الله، عم فوت على بيت الله ويكون يسمعني وعلنا يسمعه. بس كيف بدي أقضي بقية عمري ناطر أجلي ليجي؟ أكثر من 40% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفي ظل غياب الدولة والخطط الإنمائية يقوم المجتمع المدني وبعض المبادرات بدور اجتماعي مساعد. وفي هذا الإطار اتخذت مجموعة من الشباب مبادرات فردية لمساعدة المحتاجين في المناطق اللبنانية كافة ومحاربة الجوع، وذلك عبر تحضيرها للطعام وتقديمها بروح من المحبة. نحن هون لأنه في متطوعين، وصلنا 4 سنين صرنا مقدمين أكثر من 230 ألف وجبة، وهذا الشيء ببجت almost zero يعني، وهذا اللي عم نقوله للعالم، إنه العالم فيها تساعد العالم، مش ضروري تعطي مصاري، فيها تجي تعطي من وقتها أو تطبخ أو توزع أكل اللي هو يعني. هلا نحن في عنا بروجكت جديد، مشروع جديد اسمه سوبي ميلز أون ويلز، هو عبارة عن مطعم نقال. يعني هذا الشيء اللي عم نعمله هون، بس بصير يروح على العالم المحتاجة بالمناطق البعيدة اللي هلا نحن ما فينا نوصلها أو هن ما فيهم يوصلونا، ففكرنا إنه ما في يوصلنا ليه نحن ما بنروح لعنده. عم يطالب بلقمة الأكل قبل ما نطالب بنحاسب، عم نطالب بلقمة الأكل والعيش الكريم بهالبلد، ما عاد فيه لا حرية ولا سلام. في جمعيات أهلية عم تساعد ونشكرها، بس الجمعيات الأهلية ما بتكفي، ما بتحل محل المسؤولين على الأرض. مساعدة المحتاج ليست حكرا على الأعياد فقط، ويجب أن يؤسس العيد ثقافة العطاء الدائم من دون مقابل ليتحقق معناه.